مشاهدينا متابعينا الاعزاء عبر عدسة شبكة النجوم، مستمرين ومتواصلين معكم في رصد أصداء منافسات بطولة مركز حي الحمراء في نسختها الثالثة المقامة هنا على أرضية ملعب الأسطورة بحي الكعكية. الطموح يتوج رسميا بطلا لهذه البطولة على حساب فريق الرواد. في هذه اللحظات تسعدني ويشرفني بأن أستضيف الأستاذ سامر عمر فلاتة، المدير التنفيذي لمركز حي الحمراء والمشرف العام على هذه البطولة. أبو أنس أحييك، رحب بك، شكرا لك تحت الفرصة، شكرا لكم، كل ما قدمتم كان جميل ويصب في خدمة الشباب والرياضة والرياضيين. هذا من جمالك، وما قدمنا شيء اصلا لمكة، يعني انت بتقدم شيء لمكة، تحسب حسابك، والشباب كلهم يعني يحتاجونه، ويحتاج انه يكون في مبادرات من الجمعية للشباب، ونحن الحمد لله يعني هذا دور مناط بنا والحمد لله قمنا به. جميل جدا. كيف كانت هذه البطولة؟ كيف واجهتم صعوباتها وتحدياتها حتى وصلتم الى الخط الاخير ونجحتم؟ والله الحمد لله، هي هذه اصعب بطولة حقيقة مرت علي لاسباب كثيرة، لكن ما يسع الوقت لذكرها، لكن مرت بمنعطفات واستفدت فيها كثير حقيقة، يعني كانت الخبرة اللي أخذتها يعني ما تقدر بثمن. جميل. يعني حتى لو كانت البطولة استمرت كذا بشكل عادي واستمرت بشكل 100% ما كان حتبان معانا بهذه الطريقة إلا بوجود العقبات، العقبات كانت مفيدة لنا. جميل. ايش حاب تقول للعاملين في هذه البطولة، للفرق المشاركة، وما القادم بالنسبة لكم في مركز حي الحمراء؟ هل ستستمر مثل هذه البرامج والأنشطة أم أن لكم توجه آخر؟ بالنسبة لأهم شيء من مركز حي الحمراء حيستمر بالتقديم، وكالعادة إن شاء الله حنستمر للبطولة الرابعة، وأيضا عندنا مبادرة الآن ما طلعت لكن إن شاء الله قريب يعني نعطيكم إيش اللي حنطلع، مبادرة جديدة رياضية لشباب مكة. جميل. مختلفة تماما عن البطولات وكذا، إن شاء الله يكون لها صدى وتطلع عليه. أما من ناحية البطولة نشكر كل من كان معنا في البطولة، الجميع وقف معنا حقيقة في وقت الجد، يظهر معك الرجال والناس اللي معادينها ممتازة، هذا كلهم ظهروا معنا الحمد لله. جميل. لله الحمد، نجحت البطولة وانتهت على أكمل وجه، شاكرين لك تحت هذه الفرصة، أيضا شاكرين لكم تجهمكم العناء وتنظيم هذه البطولة بهذه الصورة التي لاقت الاستحسان بالتأكيد. أترك لك المجال في هذه اللحظات للتعبير عما يجول في خاطرك وتنهي هذا اللقاء. والله شكرا شكرا، ما أدري من فين أبدأ به، وحقيقة مع ذكرى مبايعة، ذكرى السابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين اللي احتفلنا بها اليوم كانت جميلة جدا. هذه المبادرات يعني تكون في زي الملاعب ومع الشباب وكذا، كلها صدى ولها أيضا مردود للشباب وفائدة للشباب، أشياء ثانية يعني نحن الرياضة جزء، لكن الجزء الثاني أنه يكون في مبادرات اجتماعية، مبادرات ثقافية، مبادرة هذه وطنية، هذه مهمة جدا للشباب. شكرا 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 لك. يا لك العافية.